قبل رواياته الكبيرة العظيمة اللي أنا حبيتها، كان أيامها لسه بيعمل كسكس بيه، فعمل رواية اسمها 18 و20، يعني سنة 18 وسنة 20، فعملت أنا فيها دور. فكانت العادة محدش يسقف إلا لكسكس بيه لما يخص تسقف الناس خالص، بس انتهينا. وبعدين ما عملت أنا الدور بيت أخوص يسقفوا لي خالص زي كسكس بيه. وبعدين زادوا على كده ان بعد ما خلص الدور يسقفوا لي يذكروني، يعني خارج يسقفوا لي خالص عشان ايه؟ عشان اخلص الدور. من اعجابهم يعني. من اعجابهم الشديد. وبعدين في من كلام وحديث بسمع وانا بينه وبين بديع خيري سمعت ان الروايه الجايه وهم بيكتبوا مع بعض هو بديع خيري ماليش دور، مش هيكون لي دور.